رجعنا نحرككم بقى عشان نروح لاخبار الكره المصريه والرياضه المصريه، ونبدا من منتخبنا الوطني. يعني كابتن حسام حسن عمل شغل جامد مع الاتحاد، حدد كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يوم 3 مارس موعد للاعلان عن قائمه اللاعبين المحترفين المختارين للمشاركه مع منتخب مصر في معسكر شهر مارس خلال فتره التوقف الدولي. معسكر مارس هيكون الظهور الاول لكابتن حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر بعد تعيينه وجهازه المعاون، طبعا المكون من كابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب وكابتن طارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب مساعد وكابتن سعفان الصغير مدرب لحراس المرمى. واتفق اتحاد الكره مع كابتن حسام حسن على انطلاق المعسكر يوم 12 مارس المقبل خلال الجلسة اللي اجتمعوا فيها، وتطرق الاجتماع للترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة كابتن حسام حسن. كل التوفيق طبعا للكابتن حسام حسن والمنتخب مصر، وأي حد هيمسك منتخب مصر أو هيكون في هذا المنصب هنكون وراه، لأن ده في النهاية منتخب مصر. احنا ما بنساندش شخص، احنا بنساند المنتخب المصري، وما بنساندش برضو اسم في الاتحاد، لا احنا بنساند الاسم الطبيعي لمنتخب مصر. اتحاد الكرة هو المسؤول عن منتخب مصر، فبالتالي ليه كل الدعم من كل الشعب المصري بمختلف طوائفه، سواء الإعلام أو المجالات الرياضية بكل شتى مجال الرياضي بكل حتة يعني، أو كمان المشجعين اللي هيبقوا معهم.